تعليقك أصدار على كل ما سمعتيه. أنا طبعاً أنت واقفة في النص. أنا واقفة في النص طبعاً بجد، لازم أبدأ احترامي بآراء كل الأفاضل، لأن كل حد فيهم فعلاً يتكلم كلام صح. يعني أنا النهاردة جاي أقول إن أنا أتفق بشدة مع كل الآراء، ولو اختلفنا في التطبيق، ولو اختلفنا في طريقة، إن أنا من الناس اللي قررت إنها كانت في وقت من الأوقات بقول إن أنا بدافع عن حقوق المرأة، وده كان في المطلق. فقررت إن أنا أدرس القانون وابتدي أفكر في تطبيق نص القانون، كيف نطبق نص القانون بشكل عادل. فلازم أفكر في مصلحة الرجل، مصلحة الطفل، أو مصلحة الطفل طبعاً الأول، وبعد كده المرأة طبعاً بعديها على طول، بعد كده الرجل. لو الرجل مات خلاص، فإحنا دلوقتي قدامنا مصلحة الطفل ومصلحة المرأة. فخلاص إحنا مش لازم نتكلم على واحد، نخلي حد من أهله يبقى بديل عنه عشان هو الرجل مات، فإحنا هنطلع حد يطلع لنا في النص يقرفنا في عيشتنا برضو يشيل مكانه. لكن هل أنا مع السلطة المطلقة للأم؟ لا. لكن مع إيه؟ مع إن الأم يبقى لها حق انها تاخد كل نفقاتها بشكل كامل، ومش بشكل كامل ده بشكل كريم كمان. ازاي راجل هو عايش تبقى عايشه حياه كريمه جدا معاه، ومجرد ما مات تتبهدل وتستلف فلوس ده وفلوس تعليم؟ انا ضد الموضوع ده تماما. لازم قانون يضمن للمراه ولاولادها بعد وفاه الاب وبعد الطلاق كمان. على فكره ضد فكره انها بعد الطلاق الولاد يعيشوا حياه ما كانوش متعودين عليها، لمجرد ان في تلاعب في النفقات، ولمجرد ان التحريات ما تجيش في صالح المراه وفي صالح الطفل، واللي بتبهدل في النص الأطفال. فأنا خليني واقف على الحياد، بتفق مع كل الناس لكن بختلف في التطبيق. لو أنا عملت نص يجامل طرف على حساب الطرف الثاني، كده أنا هعمل مشكلة مجتمعية هتفضل موجودة للأبد، ولا نتخلص من عقدة الرجل والمرأة إلى أبد الأبد. فأنا بعد إذنك، ما فيش قانون بيتفصل لفئه من الناس. لا اللي موجود بيتفصل. لا اقول لحضرتك، اسمحيلي، بما ان حضرتك في لا سياده النيابه، اللي موجود بيتفصل دلوقتي، اللي موجود بيتفصل دلوقتي. انا لا، قوانين الاحوال الشخصيه طيب بتتفصل على مقاس المراه دلوقتي. المرسوم اللي احنا بيتلغي اهو، بنتكلم حتى ده مفيش سلطه مطلقه للي هو الوصي او المسؤول عن الولايه الماليه. مفيش سلطه مطلقه، لان في حسبه وفي بيقول لك خد او ما تاخدش، وتاخد كام وتوديهم فين، ولو عايز. وطبعا كان ممنوع الاستثمار وغيره. طب ده في حاجه بقى، يعني حاجه مش عارفه اوصفها بايه. اللي يسرق اموال الوصي في المرسوم اللي هو 52 بيتعاقب ب 100 جنيه. ده في 52 دي الغرامه. اسمحيلي اقول لحضرتك، اسمحي يا استاذ، بعد اذنك انا عايزه اقول. لا اسمعي، اقول لك ممكن لاقيكم بس والله العظيم عشان فاصل، انا مش هقول حاجه. انا عايزه بس اقول حاجه، ان احنا محتاجين تغيير بالفعل تام للقيمه الماليه، للطريقه، وان هو يعملوا هيئه لاستثمار الاموال دي، ان الرقابه على المال الموصى عليه تبقى رقابة شديدة ولكن حنينة ولينة ومنطقية. يعني انه يبقى زي صندوق الاستثمار الامن لحقوق هؤلاء الاولاد. يضمن مصلحة. طيب هحاول افهم رقم 2 بعد ما